السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة Arab English Learning. How are you today? I hope you are all fine. موضوع درسنا النهاردة is an advanced lesson, the indirect speech or the reported speech. الاتنين صح، وده part 1. أنا عاملاه على 2 parts علشان هو لو عملته على part 1 هيبقى طويل قوي وده متقيل، فأنا عايزاه يبقى خفيف وسهل، فهقسمته ل 2 parts عشان يبقى سهل عليكم. ليه بقول إن الدرس ده advanced lesson؟ علشان هو بيدرس لطلبة الثانوية العامة، وبيدرس لطلبة الـ IG والـ British Schools و some of the American Schools برضو في الـ Upper Grades، فياريت وفي الجامعة كمان بيدرس في الجامعة وفي الـ Courses في الـ Advanced Level. فهو مستوى الدرس ده Advanced. يعني إيه بقى كلمة Indirect و Reported؟ الاتنين بمعنى إن أنا بكلم عن كلام حد تاني بطريقة غير مباشرة، Indirect يعني غير مباشر، أو Reported يعني بعمل تقرير على كلام حد تاني. Let's see how we form the Indirect Speech. Okay, when do we use the indirect speech? امتى بستخدم ال indirect speech او بستعمله؟ When we tell someone what somebody else said or thought. يعني لما بتكلم مع حد على افكار او كلام حد تاني، بنقل الكلام يعني. يبقى the indirect speech happens because the speaker is different and is also in different time or place. ال indirect speech بيحصل لما ببقى بنقل كلام من شخص لشخص، يعني الشخص اللي بيتكلم مختلف، وكمان ممكن الزمن والمكان يكونوا مختلفين. عشان افهم الـ indirect speech لازم اعرف الاول what is the direct speech. ايه هو الـ direct speech؟ The direct speech are the words or the thoughts of the first speaker. الشخص اللي بيقول الكلام لاول مرة او الافكار بتاعته هي دي الـ direct speech. بحددها ازاي؟ In the direct speech I must use comma after or before said and the quotation marks before or after the words of the speaker. يعني لازم في الدايركت سبيتش، في الكلام اللي طلع من لسان الشخص مباشرة، لازم بعد كلمة said أو قبلها حسب موقعها طبعا في الجملة بضع الفاصلة، وكمان بستخدم الكوتيشن ماركس أو الإكسكلاميشن ماركس في قبل وبعد نهاية الجملة اللي هو قالها. يعني example بالمنظر ده I am happy Rana said. لو رانا جت في الآخر فبحط الكومة قبل رانا. لو قلت رنا said الأول I'm happy هتبقى الكومة بعد said. شايفين الكومة بتيجي يا قبل يا بعد الحديث، أما الجملة I am happy فمحاطة بالإكسكلاميشن ماركس. وما دام عرفنا إزاي نعمل direct speech يبقى دلوقتي عايزين نفهم how to do the indirect speech. أوكي، هفكر في أول حاجة الـ structure، التركيب، إزاي أبني الجملة في الـ indirect speech. بس المرة دي we don't have rule زي كل درس grammar بقى فيه rule محدد. المرة دي we have some steps we have to follow in the indirect speech، يعني بعض الخطوات. Number one, we change the tense and pronouns I, they, you, I pronoun if the time and speaker are different. يعني لو أنا بتكلم على زمن مختلف أو المتحدث مختلف فلازم أغير الزمن وبغير ال pronoun يعني الضمير حسب الشخص اللي أنا بتكلم عنه. تاني حاجة we remove the punctuation marks from the sentence like comma of said and the quotation marks. الكومة بتاعت يقول اللي بتيجي قبل وبعد يقول دي بتتشال، وكمان الـ exclamation mark يعني بشيل الـ punctuation marks اللي هي علامات الترقيم. تاني حاجة أو تالت حاجة we change the word order of questions in the indirect speech. بنشيل الترتيب بتاع الجملة المتعرف عليه في الـ questions بيتغير تماما في الـ indirect speech وبترجع كأنها جملة عادية. هنشوف ازاي. وآخر خطوة خالص هنتكلم فيها we change some words to form the indirect speech like here and there. في بعض الكلمات اللي بتغير شكلها تماما في ال indirect speech زي هنا وهناك. أول حاجة هنتكلم فيها في ال indirect speech هي tenses change، تغيير الأزمنة. هل دايما أنا بغير الأزمنة في ال indirect speech؟ I don't think so. If the indirect speech is in the present tense we don't change the tense, we only change the pronouns. Okay؟ ازاي يعني؟ يعني لو جملة في المضارع وأنا واقف في نفس الوقت بنقل نفس الكلام في الـ present time برضو I will not change the tense. Direct speech علي says، والدليل أو says يعني present simple now I'm sick. علي واقف قدامي بيقول أنا مريض، فأنا بنقل كلامه في نفس اللحظة. في الـ indirect speech بقول علي says that he's sick. That هنا optional، ممكن أحطها وممكن لأ. فبقول علي بيقول إن هو مريض، اللي ضاير هنا الـ pronoun بس، بدل I am بقت he's. I'm اختار I am و he's اختار he's، والاتنين في الـ present simple، وبرضو ممكن أحط that أو ما أحطهاش زي ما أنا عايز. يبقى بدل ما الجملة في الـ present وأنا برضو بنقلها في الـ present
It will not change. I will just change the pronoun والverb according to the pronoun في ال present simple برضه. طب if the indirect speech is in the imperative لو هو في الأمر في حالة الأمر we use to and not to before the verb بستخدم to or not to ازاي يعني example direct speech the teacher says open the book الميس بتقول لنا افتحوا الكتاب لما انا اجي الكتاب لزميلتي اللي قاعده جنبي هقول لها indirect speech the teacher says الميس بتقول دلوقتي to open the book الجمله هنا امر بتقول لنا open اتحولت بقت to open طب لو بتنهانا عن حاجه the teacher says don't talk in the classroom الميس بتقول ما تتكلموش في الصف اقولها ازاي the teacher says not to talk in the classroom الميس بتقول ما تتكلموش في الصف يبقى open بقت to open والنفي don't talk بقت not to talk clear okay الخطوة الثانية في tenses change هي أي حاجة في ال present هتتحول في ال indirect speech تبقى past tense so if the indirect speech is in the past tense we must change the tense and pronoun في الحالة دي هنغير ال tense الزمن وال pronoun ازاي يعني؟ يعني لو ال present time اللي بتقال فيه direct speech الجملة direct اتقالت on Sunday يوم الأحد والindirect speech is on Monday وانا بنقل الكلام اللي سمعته او بعمل reporting عليه تاني on Monday يوم الاثنين ايه اللي هيحصل هنا I have to change the tense and the pronoun let's see how Mona said the children are happy مونا قالت يوم الاحد ان اولادها مبسوطين are هنا هتتحول هتبقى where because am and is and are will be was and were in the past tense so the sentence will be Mona said her children were happy ايه التغيرات اللي حصلت في الجملة دي؟ أول حاجة إن الجملة sad اللي هي past tense of say يعني الجملة كلها في الماضي شلت ال exclamation marks شلت الكومة شلت ال punctuation بقى بس في full stop تاني حاجة the children هي بتتكلم على أولادها فأنا قلت her children لو كانت أحمد مثلا كنت هقول his children يبقى الشخص بيتغير البرونون حسب الشخص اللي بتكلم عنه تالت خطوة عملتها إن are بقت where لأن أنا حولت الجملة كلها past لأني بنقل الكلام في يوم تاني خالص في الزمن الماضي فأصبح كلام منى في الزمن الماضي لأنك كلمت الكلام ده on Sunday another example Sally said برضو قالت الكلام ده يوم الحد Sally said I have passed the test have and has in the past tense will be had so the sentence will be Sally said she had passed the test الجملة الأولانية في present perfect بقت في past perfect again present move to past and I اتحولت بقت سالي لأن هنا سالي هي بتتكلم عن نفسها بتقول أنا نجحت لكن أنا لما هنقل الكلام عنها هغير البرونا هقول she had passed ما ينفعش أقول سالي said I had passed يبقى أنا بتكلم عن نفسي The next sentence عمر said you can or you will or you shall take it أنا بتكلم عن المودل verbs can and will and shall again we'll move to the past tense form could would should And the sentence will be Omar said that I could or I would or I should take it. نفس الكلام هو هنا كل اللي اتغير الضمير والماضي. الضمير هو بيكلمني انا. Omar said you بيكلمني انا you can take it. انت ممكن تاخدها. ولما اجي احولها اقول Omar said I could take it. Okay? The next one it doesn't matter Ahmed. Does and do in the past form will be did. فهتبقى I told أحمد أنا قلت لأحمد it didn't matter doesn't بقت didn't وماتر في الحالتين هتبقى في ال infinitive form and the last one here is we all speak English كلنا ما شاء الله بقينا بنتكلم English زي الفل فهقول هنا they said هم قالوا they all spoke English speak in the present بقت spoke in the past tense so the present simple بيتحول automatic لpast simple okay okay واحنا اتكلمنا لحد دلوقتي عن الأزمنة في ال present هيفضل present لو بتكلم عن الأمر هيفضل هيتحول من أمر وهستخدم to or not to ولو present بيتحول لpast في كل الحالات وشوفنا ازاي في السلايدز اللي فاتت طيب السلايد ده بنتكلم على ثلاث أزمنة محددين كلهم بيتحولوا لpast perfect يعني past simple بيتحول past perfect example we all studied English الجملة هنا في الماضي هتتحول تبقى في الماضي البعيد they said they all had studied English يبقى studied أصبحت had studied برضو
لو present perfect برضو هتبقى past perfect. زي she has studied English هتبقى she said that she had studied English. طب لو جملة already past perfect برضو هتفضل في past perfect. علي said I had studied English و هتفضل زي ما هي بس هنشيل quotation marks وهنغير pronouns هتبقى علي said he had studied English. يبقى نلاحظ ان في ثلاث أزمنة لو كان past simple أو present perfect أو past perfect في الثلاث حالات في ال indirect speech هيبقوا past perfect. أوكي زي ما اتفقنا إن الفيديو عشان ما يبقاش طويل علينا ده part 1. This is the end of part 1. Please don't forget to watch part 2 عشان تفهم إيه هو ال indirect speech. See you on part 2.